عن عندي أزلة السلاء أخفاف ما نقدو نعودو فنو نواذيبو ولا نطرحوا أي سؤال يعني نواذيبو. نحن جينا سابقكم هون والليلة السابقكم ولا لاحظنا نواذيبو أجواء استقبال الرئيس العادية وحضرنا اليوم لاستقبالكم في المطار ولا كان أهم الخلق الحرارة اللي تحدثت عنها نحن ما شفناها حتى عن شفنا في البلدات الأخرين. من دركانكم فهمتوا الرسالة لموجهين نواذيبو من خلال يفكر عن رئيس جاي يدشن مشاريع مهمة المقاطعة والولاية بحجم توسيعة الميناء التقليدي وبحجم توسيعة الثانية الميناء نواذيبو لأن في توسيعة قد خلقت 2009 ولا أحدث عنها وأشياء وبالخصوص تشييد 1000 وحدة سكنية ومع ما يستقبلوكم سكان نواذيبو بالحفا والباقي. ألا ترون أن هذه المشاريع ما وشاوروا أهل نواذيبو والله ما وحضروا والله ما استفادوا منه ماديا؟ هذا السؤال الأول يعني نواذيبو. السؤال الثاني في نهاية المأمورية دائما كنت سابق انقلاب 2008 والله عاقبوا تقولوا من المآخذ اللي تاخذوا على الاحكام اللي سبقوكم عين نصنتوا لهم عن 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 التعليم كان خاسر والصحه كانت خاسره والاقتصاد كان تتحكم في ظل اشخاص قلائل وعن الرؤساء كانوا يسافروا بكثره وعن عن 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 الأحكام تحتضن المفسدين. من درى في نهاية مأموريتكم كانكم راضين عنكم اقضيتوا على والله كيف يقولوا البعض عنكم انتم هذه الفترة اللي كنتوا تقولوا اللي يخلق من ذا الزمن حديث ولا حرج أسفاركم ولا نتكلم هون عن الأسفار المرتبطة بالاتحاد الإفريقي لأن أسفار مهمة ومفهومة لكن أسفار أوغندا ياك يحضر حد الاستقلال ويرجع الدحميز هذا ما هو مفهوم. وحتى التعليم اللي قلتوا أوقنية دائما يقولوا الأحكام غير ما فهمشي انتم ابناءكم وابناء الوزراء وابناء المسؤولين يقراوا في المدارس الفرنسيه في نواكشور انتم والوزراء تدواوا في الخارج ومع عن الصحه للناس الاخرى حتى عن عن عن, عن شفناكم في تبرعكم للمرابطون الحساب الفاتحين وفي بنك أجنبي ما هو بنك محلي. لا تعتقدون عن فم خلل شوي فم الحوار لابد أن نولوله لأنه النقطة الأساسية ولا هنا نطرح لكم أنا بشكل مقترح من سيدي ما يجد حد لا تربط أنت من راسك قال لي سؤال واحد من درى الحوار يكانكم قابلين بصراحة تؤجل الانتخابات ويكانكم هاي حكومة الوحدة الوطنية كانكم قابلين تبدلوها بعن على الأقل الوزراء اللي قد يعود عندهم علاقة عن ذهن الناس بيعينوا فيهم حين أطرح لك سؤال وين هو وزير اليوم له علاقة بالانتخابات بعد يعني بسوي لك طرح لك سؤال
مفوض الامن القضائي. شنو علاقته بالانتخابات؟ السيد الرئيس يقدي تلفن له الرئيس ويقول له يا اعطي اطنان من القمح للبلاد الفلاني. على كل حال نحن نبغى رايكم فهم الصا العمله هذه الاحتياطي اللي عندكم من العمله وحقيقي وارقام جيده، لكن كل لقاء عقب لقاء يكبر السؤال اللي ينطرح. العمله ما تزقلوها شيء، يتم الفائض لا بد من يعود فهم استثمار، ما يقدر يعود الشعب يصنت عن عنده 60 مليار وعنده مليار من الدولار ومع خاصين الامور. وشكرا على حضرتكم. ياسر من السيده زين شكرا. على كل حال ما يخص زيارة مدينة مادي بوهون اليوم، على كل حال منين تخلص في الماضي، أنا دائما من نسافر في الداخل أول شيء بعد قاعد نقول لهم عني هذا شو قال لهم هذا شو قال لهم لكي بوبلار شو قال لهم الاستقبال الشعبي دائما نقول عن ما لابد منهم، دائما نقولها لهم اللي قطوا عدل هنا تيا منظم وجاء الحزب ديك الساعة ونظموا جاءوا غضب الناس أشخاص نظموا لكن مجير المادي بو ذاك الأول اللي سامي هذا وهذا اللي جرار كامل إلا جاي بصفة عفوية ولا طالبوا حد عنه شيء، ما طالبوا حد عنه شيء ولا تعودوا تلاحظوا عني في الماكشوط اللي متحكم أنا فيه ما قط جاني فم رئيس وعدنا الاستقبال، لا تعودوا لاحظتوه ها؟ منها عنه ما 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 هو ما هي قضيه ما تسمع عنها روايه مهمه ولا هي معيار عندي، انا ما احسبها معيار ولا نطلب من الناس، يعني ما احتسب شقه بالمواطنين عنهم يجوا يضربوا الشمس ويعلم الامور ما يخسر همهم يخسر عملهم. وبالتالي انا بالنسبه لي ما يعبر عن شيء اسمه شنو هو، نعرف الناس من كان يعطيها القمح وردت تحصل هنا اياها وكانوا نواكشوط نفس الشيء كانوا يعدلوها، وانا إذا يعني أنتم ملاحظين في نواكشوط عن مقطع شفهم رئيس ولا ملك نواكشوط عدنا من الدوار كتية من الساعة اللي عدنا انتخابات، وبالتالي هذا ما هو معيار عندي. إذا جاءوا في المواذيبو أنا كنت حال اللي منهم جاي بصيفة عفوية جاي وحده وشاكره ومحتسب عنه استقبال حار وقال فيه يعني ما أطلب لهم وجو ولاني مزوز مشيهم والمشاريع على كل حال اللي دشني اليوم لا معدين للمواطنين لا معدين لهم. ما يخص التعليم والصحة فعلا دائما نقول عنهم خاسرين، احنا ما يطلع نعودوا راضين على اللي عندنا كامل، يعطينا الصفة كاملة قد نحسنوا بها اللي عندنا ما نبخلوا شيء. الصحة فعلا ما هي على المستوى لان اللي ما دمنا حد منا مرض عنده الامكانيات يصير خارج الدواء يتعود تسبع عن الصحه ما تصحت عندنا. وحتى انا اذا عاد صرحت ولحقت على القمه لا يتم الواحد اللي منا الا يصير خارج الدواء، ولا اذا انا ما هي معيار من اللي مشي شهر خارج ما هو معيار تماما، الناس يعود هاكتور في الخارج يقر نعرفه عن مستوى المطلوب ما فتنا توصلنا له مزلنا بعيد منه متباركين معاه كان نحسنه يقارن مدي حد لا يعود واقعي يعرف عن الصحة عن خلق ياسر من التحسنات من قد الأجهزة من شي بعد ينقالوا الإمكانيات الأجهزة اللي ينشروا بالمادة اليوم ما فهم مستشفى ولا طبيب ولا مشروع مقدم ما الدولة عندها إمكانيات باش تشريه ومستعدة أنها تشريه وعارفة ضروريته، يبقى خارجين قالوا الطاقم البشري فعلا فيه نقص حاد. على كل حال عدد الاطباء ما هو كافي، هو اللي بيزدنا زدنا زدنا اكتتاب طلاب في جامعه كليه الطب زدناهم اللي يعني عندهم عدد 300 وشيء الله
وزدنا لهم اللي عطيناهم منح لباس بهم ضرب كانوا مشجعهم. ونعرفوا هذا ما يقدر يحصل في الطب هو أصعب اللي خالق طبيب ما يكون ما هو اتسع إيمان 10-15 قاعد يعود من يعود أخصائي ولو دار ملاسم الوقت غير بعد مبارك معاه وداركين أهميته وخطورة قلة الصحة اللي في البلد لأنها تعكس على الاقتصاد وتعكس على ياسم الأمور الثانية. التعليم فعلا فاسد تماما ووضعية حقناها فيها يغير المدي ما يقدر يغير بكذا يطير المدي باش لا يطير الله بالمعلمين. المعلمين فيه نقص في المعلمين وفيه نقص في التكوين المعلمين وفيه عدم باطل انضباط بعض الأحيان في بعض المدارس وفيه البرنامج بعد قاعد يدرس بعد قاعد يدعود ما يتلائم تماما مع حاجيات البلد ولا حاجيات الوطن ولا حاجيات العصر المادي بين هذه القضية المطروحة في موريتانيا ما هي مطروحة في موريتانيا واحد مطروحة لياسر من الدول حتى الأوروبيين مطروحة لهم يكونوا ياسر من الناس اللي من يجوا السوق العمل ما يقدروا يشتغلوا اللي تكوينهم ما يتلائم مع تطلبات السوق. واللي جبرنا لهم الحلول عدنا ذيك الأيام التشاورية ولا خلينا ولا وقفنا في المولي من تلاحظ من تخلص التعليم وتحلل باطل الوضعية اللي هو فيها أن أسسنا مدارس جديدة تقنية ومهنية جدد ما كانوا خارجين في كلية الطب هذه وبوليتكنيك ومدرسة الأشغال العمومية ومدرسة المعادن وهذه ثانويات الامتياز وثانويات التقنية دي عادوا لها بدعوا الولايات كامل هذا كامل إلا من أجلها كان يحسن من, 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 من التعليم ويحسن من التكوين ويحسن ويشارك في محاربة البطالة ولا ما له يقول لك عنا سويناها في عام ولا سنتين ولا لا هي أعطي أكل ولا مع الزمن اللي يقول بعد اللي تعرف عن المدارس أو التقنية ما كان حد قابل قاعد يدخلهم حد قبل ولو مش شهر مدرسة تقنية معناه أنه داروا مدرسة ما يصالحوته لا بد بعد قبل تغيير العقليات وإذا بدأ الحمد لله بهم دي شافوا عن المدارس عنهم خريجين هذه المدارس عنهم هون عليهم بيشربوا العمل عادوا وبالتالي هذا باطل من العلاج اللي مبارك معه ولا يقدم حد في سنة واحدة ولا يقدم نحل قرار ولا مرسوم رئاسي. في قضية أسئلة هماتية قضية حساب يعني أنا عندي حساب فعلا عندي حساب في سوسيتي جنرال غير سوسيتي جنرال ما هي في باريس سوسيتي جنرال هون في نواكشوط وتدفع الضرائب هناتية والفضل اللي فيها طارح فيها من لقية ما هي من الأورو يعني أنا عادي ما هي يعني احنا ما قد نعود فاتحين خلوا الناس مرخصين المدة تفتح عندنا ونمنعوا عنه نقبل انا نتكلم في التلفزيون نقول ما حد يفتح عندها والله اني انا ما هو صالح ما دام خلصوا الضرائب هناتي وموجود هناتي عادي ذاك كان قضية الانتخابات يعني تكلمنا عنها مرات ولهي نرجع لها مدة ولو ذاك كنتم تردون قضية الانتخابات احنا شي كامل يعني قال لكم انتم قالوا جميع الموريتانيين كاملين عنهم يعودوا عارفين عنا شي كامل لا يحصل عليه التوافق احنا مستعدين له يا غير قضية الحكومة الموسعة هي اللي ما فيها كلام وقضية ملي لا يديرنا في وضعية ما هي دستورية ملي ما لنا قابلينها يا غير شي كامل طلبت لجمع اللي قال المعارضة والله المترشحين قال أحرار يدعو ما هو المعارضة احنا قام القضية ما هي تعود لا متعلقة بالمعارضة والموالات حتى كان لا يترشح ودخل هذا الحوار ولا التشاور اللي بين الأغلبية والمعارضة لا توافقوا على أمور ذيك هي قادة صح ما هي لا يتخرجنا من وضعية دستورية ولا هي تعود مدي مطالبة بحكومة موسعة احنا مستعدين هذا هو باطل الثوابت اللي عندنا قضية
ما في حكم، ما في حكومة موسعة، ولا في تأخير مدي له يديرنا في وضعية ما هي. تخرجنا عن وضعية دستورية.